يعني تقييمه قد بمعنى نمسو ما أنا نمشي. اوكي. اهلا بكم مشاهدي ومتابعي قناه سي جي تي ان العربيه على صفحه الفيسبوك. نحن اليوم في شينجيانغ وناخذكم في جوله لمشاهد كل المناظر الطبيعيه في شينجيانغ التي تتمتع بها هذه المنطقه. ويشرفني ان يشاركني في الفقره ديت او في الجوله ديت مريم من تونس. اهلا مرحبا. مريم، اهلا، مرحبا بك. ايه رايك؟ ايه رايك في المناظر؟ طبعا لو يوجد كلمه يمكن ان نعبر بها على هذا المنظر الخلاب هي كلمه واو. يعني لم اتوقع ابدا يعني ان ارى في الصين مثل هذه الاماكن. يعني هو مكان جمع بين الجبال، اللون الاخضر هذا الذي يبعث على الحياه، السهول يعني، والحيوانات، الانهار. يعني مكان جميل جدا، جميل جدا. لو لاحظتي برضو في ناس كتير بيجي يعني هنا زي منطقة سياحية بيجي يصوروا هنا. صحيح. ولو شوية قدام برضو هنوريكم في عريس وعروسة تقريبا بياخدوا بقى الفوتو سيشن او البوم الصور بتاع الزواج. هناك هنوريه لكم. وفي برضو حصان زي ما انتم شايفين، في ناس هنا هم حصان. الراجل بيعاكسنا يعني وبيعاكس مريم. عايزين بقى نوريكم. بصوا برضو من الحاجات الجميله جدا الكوبري اللي هناك. طبعا الكوبري بقى بتبقى على مسافات كبيره جدا. بص هنا يعني الكوبري تقصد هذا الجسر يعني الجسر اللي هناك يعني ده بالظبط، فيه سيارات يعني كبير ضخم جدا يعني، والارتفاعات كبيره قوي. ده يعني هو تقريبا ده كوبري معلق مش كوبري يعني. نعم هو جسر، نعم هو جسر يعني معلق يعني. وحتى نرى ان يعني سيارات كثيرة يعني بما يبعث على حركية المنطقة. يعني هي منطقة سياحية بامتياز، والحياة يعني فيها مؤكدة من حتى من الناس والحضور. يعني العدد كبير يعني للسياح، حتى وإن كانت بعيدة قليلا عن المدينة فنلاحظ يعني الإقبال الكبير للسياح هنا. الحاجة برضو هتلاقي، هي مش عارف مريم مش بردانة ازاي، بس أنا أشعر ببرد قليل هنا. المنطقة ديت مرتفعة عن سطح الأرض بحوالي كيلو، فلذلك الجو بارد بعض الشيء هنا. يعني نسبيا يوجد بعض الهواء، ولكن عموما يعني الطقس جميل جدا في شينجيانغ، يعني معتدل جميل جدا. حتى يعني اخبرونا انه بالليل يمكن يكون الطقس بارد. صراحه يعني كان معتدل وجميل ومناسب جدا يعني للسياح في مثل هذا الوقت. يعني لمن يريد السياحه انا انصح بهذه المنطقه، هذا الوقت وهذه المنطقه. نعم يعني نعم هذه المنطقه وحتى غيرها من المناطق التي زرناها. يعني حتى البارحه ليلا تجولت، يعني كانت المدينة يعني جميلة جدا، والحياة والناس. يعني هو شاب يحب الحياة، هم يعني شعب يحبون الحياة، ديناميكية جدا، الأطفال كبار صغار نساء بدون استثناء، يعني جميع الشرائح العمرية. يعني أنا تفاجأت صراحة. صح، لقينا يعني أطفال ولقينا شباب ولقينا ناس كبيرة برضو، كله بيخرج. مش يعني ممكن نقول عكس عندنا شويه، الناس بتحب تقعد في البيت او مش تخرج قوي، بس هنا لا، الاطفال صغيره موجود، كبار كمان كتير جدا. بس انا صراحه كان عندي هاي الفكره، يعني انه بالصين مثلا الساعه 10 11 بالليل كله بيقفل، يعني كل الماركات وكل كذا. لا لا، بتشنجن لا، يعني حياه جميله جدا، يعني استمتع بالحياه وعش. اعتقد ان هذا يعني المبدا لديهم، يعني اضافه الى الرقص، اضافه الى يعني الملابس والالوان الزاهيه التي يستعملونها. هذا دليل يعني على انه شعب يحب الحياه ويحب الاستمتاع بدرجه كبيره. صح، لو لاحظتم هتلاقوا الناس الصينيين خصوصا الصينيين يعني لابسين جواكت كده خفيفه عشان تمنعهم من الهواء ومن البرد. وعايزين بقى احنا بقى طلعنا فوق، عايزين مريم نورين. بص الناس اللي بيتجوزوا هناك. بص حفل زواج مباشر ناس يعني بيتجوزوا هنا وبياخدوا البوم صور عشان تكون ليهم ذكرى بقى طبعا مع الطبيعه. وادي المصور. وفي ناس برضو بتركب حصنة. احنا كده هنوصل لاخر نقطة، النقطة دي طبعا فيها ناس كتير. يعني هي القمة، يعني اعتقد ان الجميع يرغب في الوصول الى القمة هنا يعني. والحلو انه يمين وشمال، مش 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 مثلا جنب واحد. يعني 360 درجة. يعني هو الجمال والمناظر الطبيعية، وهذا الابداع يعني في الطبيعه صراحه يعني على 380 درجه. لا يمكن غير ان نبهر يعني بهذا الجمال صراحه. عايزين بقى نطلع فوق عشان نوريهم الجبال ديت. ف اعتقد بعض الثلج هناك يوجد في هذه الجبال.
جربي طريق حسن. بصوا ده المنظر اللي احنا عايزينه، ده كده صوره الكمبيوتر، تحسي صوره الكمبيوتر، صوره خلفيه الديسكتوب. يعني صدق، يعني انا جايه يعني بالطائره، يعني اخذت بعض الصور من الطائره، فكانها لوحه ولكن ليست صوره حقيقيه، وكانها لوحه مائيه، يعني من كثر جمال المنظر من فوق وانا بالطائره، وكانها رسام قام برسم هذه الصوره وليست طبيعيه. وفي حاجه برضه لو خدت بالك، ممكن الناس تفتكر ان كل المنطقه مثلا مناطق خضراء، بس لو بصينا بما انك ذكرت الطائره، في الطائره في مناطق كبيره قوي صحراء، فتاي صحراء، في جبال، الجبال اللي بالثلوج والجبال الخضراء، يعني يوجد هذا المزيج مع الصحراء ومع وعند الاقتراب من الارضيه، يعني كانت المدينه من فوق جميله جدا في المباني، يعني هذا في المباني وجماليه المباني وكيف تم بنائها بطريقه منظمه وجميله، يعني حتى منظر المدينه من قرب كان جميل جدا صراحه. والحاجات برضو اللي اخذت بالي واحنا جايين في الاتوبيس، في ناس معاهم المراعي، الغنم والابقار، سايبينهم في المروج ويجي ياكلوا من الطبيعه دايما. يعني في الصيف بيعملوا كده، يعني لو هذا يعكس شيء، يعني المشهد الذي وصفته الآن لو يعكس شيء فهو يعكس اللذة للأكل هنا. يعني اللحم هنا مختلف، الفواكه مختلفة تماما، يعني ربما هذا لأنها يعني من الطبيعة، يعني حتى التقطيت من الطبيعة والري وغيره، يعني تقريبا يعني من ألذ أنواع الأطباق التي أكلتها الجوية في الصين هنا. كانت هنا لأنها طبيعية. انا مش عايز اتكلم كتير، انا عايز اسيبكم تتفرجوا اكتر. يعني شايفين بقى هنا الجبال، هنا الجبال الخضراء، هنا الجبال اللي بالثلج، هنا الناس تصور بالحصنة، هنا يوجد بعض الاشخاص ياخذون الصور للحفل الزفاف لتكون ذكرى. طبعا الواحد كان يتمنى ان هو يتصور مع بقى حبيبته بقى ولا مراته هنا. يعني لو في شغله ثانيه لازم نذكرها، انه في هاي المدينه بالذات الشمس بتغرب يعني الساعه 10:30 ولا 11 بالليل، يعني فيكم تستمتعوا بالنهار، يعني نهار طويل جدا للاستمتاع، للذهاب لعده اماكن، يعني حقيقه لا شيء يضاهي هذا الجمال الطبيعي. يعني هي منطقه شامله، يوجد حتى البحيره، يعني لم نذكر حتى البحيره، بها اكبر بحيره اعتقد. نعم هنا في هذه المنطقه يوجد اكبر في هذه المنطقه في الصين، يعني تقريبا يعني متكامله، هي لوحه متكامله للجمال الطبيعي من الصحراء إلى البحيرة إلى الجبال إلى السهول والحيوانات، يعني حتى مناظر الحيوانات في كل مكان. يعني تمشي هنا حتى في المدينة يوجد أماكن برضو، هم يعني دائما في الصيف يتركوا الحيوانات تخرج في الطبيعة وتأكل من الطبيعة، لا تأكل في مراعي داخلية أو مراعي التي تقوم يقوم ببنائها أبناء هذه المنطقة. وشيء أيضا ذكرته مريم منذ قليل، قالت إن النهار هنا طويل جدا، يعني النهار يبدأ من الساعة 7، و كان غريب بالنسبة لنا صراحة عندما أتينا أول مرة، وينتهي تقريبا في 11. نعم 11، فيمكنك أن تقضي يوم في طويل جدا، فالعب رياضة قبل أن تأتي هنا. والجميل يعني حتى مع غروب شمس متأخر جدا، فالحياة الليلية جميلة جدا. نعم يعني نعم. جميلة جدا هنا. احنا ذهبنا لمكان كان يوجد به مشويات مثل ما لدينا في الدول صحيح العربية. صحيح. نعم. البارحة قمت بزيارة مثل هذا المكان، يعني المشويات يعني بالطريقة العربية، يعني 100%. أنا لوهلة يعني كنت أعتقد أني في بلدي، يعني في مكان عربي والناس هكذا في الشارع ويطلبون الأكل وغيره، ثم تجولت في بعض الشوارع، يعني تبعث على الحياة، يعني طاقة إيجابية جميلة جدا يعني كانت في المكان. نتمنى تكونوا يعني عجبتكم هذه المناظر، ونوعدكم أن هناك جولة أخرى سنذهب لبحيرة سيرام، وهذه البحيرة رائعة. يعني أنا لا أريد أن أقول لكم مثلا حتى تشاهدوا بأنفسكم، ونتمنى أن تكون أعجبتكم هذه الجولة، ونشكرك مريم. شكرا لك، شكرا 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 لكم مشاهدينا، وانتظرونا في تغطية أخرى قريبا. شكرا، باي باي.